تحدي جديد مختلف تماما عن التحديات السابقة. قدامكم ورقة عليها أحرف مختلفة تماما، وفي ورقة تانية ما في هلأ تشوفيها ليان، في ورقة تانية مكتوب عليها كلمات مختلفة، لازم تلاقوا هالكلمات من خلال الأحرف الموجودة بالورقة. واللي بيخلص أول واحد بالتحدي هو الفائز. يلا لما بقول ثلاثة الكل ببلش معكم 15 دقيقة بس، راح أحسب الوقت هلأ 7:03 يعني 7:17 منخلص تمام؟ يلا 1 2 3 يلا بلشنا. ماما أول كلمة نفسها يا ماما. يا الله أنا خلصت أول كلمة. أحسن. والله والله ما في معي شيء. عبد الرحمن شو أول كلمة؟ جمل؟ لا تستعجل لا تستعجل. هاي بوبو رح يشارككم كمان. يلا لا كل واحد برته ليمار، ما حدا اللي بيغش بيطلع برا التحدي. يلا يا ليان. ماما ما بعرف. بدك تلاقي؟ رح تلاقوا بالورقة أسماء أصدقائكم وصديقاتكم وأسماء كمان بتلاقوا حيوانات وأسماء جماد. يلا يلا لا تضيعوا الوقت. لا ما بعرف. لا ليان لا. يلا ماما كملي، اذا ما لقيتي اول كلمة روحي على الثانية. وعميركم يلا بسرعة. نشوف مين أكثر واحد رح يقدر يطالع كلمات. يلا يلا كملي. نعم محمد سألك سؤال؟ نعم. الحين في حرف محمد الميم عليها حرف تاني عادي؟ كيف يعني؟ يعني تعالي ولا بعد وتعي؟
هلا هي محمد محمد الدمع ورد عادي عيد الحين هي ميم وين وين ميم أيوة. محمد أفضل ايه عادي 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 ماما لو كان في حرف ثاني من حروف قبل عادي فيكم توصلوا معه ماما نعم ما بعرف دوري ما اظن صعبه لا لا موجوده يا ماما يلا بس شغلوا المخ عندكم مخ خربان والحمد لله مخ خربان انا قلت لكم ممكن تكون بشكل قائم او بشكل العار او بيكون المائل ماما لا تماني يلا يلا بوريتك ليان ما بعرف خلص شوفي شوفي الكلمه اللي بعدها ما توقفي عند وحده فيصل كاني لقيتها فيصل لقيتها يا ماما يا طه لقيتها لا 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 كل واحد برقته بتحبوا مدد لكم المدة لقيت يارا بدل الربع ساعة تلت ساعة يلا كملوا باقي دقيقة لحتى ينتهي رح تزودي لنا؟ ايه طبعا رح ازود لكم يلا سعد؟ لقيت سعد عامر يا اخي عبد الرحمن إذا ما أنك مرتاح عود بالأرض ماما ليه عامل؟ ماما في سؤال؟ لا ماما الكلمات اللي هي لقيتها أنتوا لسه ما لقيتوها يلا جودي مو جوري جودي مين جودي؟ وين ورد؟ يلا فيصل وكنان مين؟ وأماني ومين كمان أنت أصدقائك بالقائمة؟ يارا يارا ما كم تعالى مريم يلا 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 كم ساري و يلا ما في إلا إلي ما في مريت إلا واحدة الحين عابس أنا استعدت مركزة على كلمة فحش الكلمة اللي ما بتلاقيها دوري على غيرها ليه لقيت جودي يا ناسي كانت أخ وحدة ليان كم اسم خلصتي؟ جمال وأحمد أمان مالك حنان شاطرة عبد الرحمن كم كلمة خلصت؟ ولقيت ماما ومحمد وورد طيب ليمار كم كلمة خلصتي ماما؟ جمال جمال وأحمد وأماني وحنان محمد وورد وكنان وفيصل
يلا كمل. ما صار الانتباه. وين كنت فهد؟ يلا ليمار كملي مشان الوقت. طب الكلمة ما بتلاقيها؟ شوف اللي بعدها. كلمة أربعة. بس ما بديها. هلا أنا عندي كلمة وصلت أربعة. في كلمة فهد. أنا في كلمة ما لقيت أنا. ما بروح أشط على ليمار. عادي وصل. عادي. أخيرا ليش؟ أسد؟ نعم أسد. ليش أنا؟ أنا خربت الأسماء اللي أنا حطيتها في كل حرف واحد. حاطة الثاني أسد ما عرفته ما شاء الله عليه. عادي ماما في كلمات ما في مشكلة. ماما حاطة كلمة دانا؟ والله يا ماما من كتر الأسماء اللي حطيتها ما بعرف شو حطيت. دانا عصبتني بالمدرسة. لا هلا لا تجيبي حدا يعني سيرته حبابة يلا. حبابة؟ وين عم؟ لا مو حبابة. طب يلا كتير. طلعت عصبتني. يا ليان الوقت يا ليان عادي ليه سارة ها سارة بشكل مائل بتكون بشكل صح. ما في ما بحب الشام مو موجود. لا هذا ايش هم لا ايش مريم داعش لا ارنب انتو شاطرين ما بنخاف عليكم يلا صح بس بالالعاب هي للتركيز جودي؟ لا اللعبة هي أو التحدي هذا مشان التركيز أبداً بجو ليت نمر أنا دعست لسكم على كل واحدة جودي جودي فين الجودي طب ليه ما حطيتي سميرة فين الجودي ورقتك يا ليان يكفي مرة ليان مثلا طالعي في معرفته أنا كنت يعني أرنب هي يعني هم هيك هبسة
تلاقيه قطة وهي أنا. مين اللي بتحكي عن رأيك؟ سني ما شاء الله سني. تحدي للعشرة وبعدها بنهي التحدي للخمستعش. يلا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15. يلا حطوا الإقلام، حطوا الإقلام عبد الرحمن. لا 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 خلص الوقت حبيبي. يلا انت ممكن تكون انت الفائز. يلا حط الإقلام. لا هيك غش، حط الإقلام. يلا 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 حط الإقلام. لا ما رح تنحسب لك اخر كلمة. لا والله والله حط الالم. يلا قلوب الورقة، قلوب الورقة. ريمار قلبتي شاطرة. يلا حط الالم. عبد الرحمن غشاش. يلا حط الورقة. يلا هلا انا رح شوفهم ورقه ورقه ولشوف مين الفائز. تمام يلا برجع لكم بعد ما اخلص من الاوراق. عبد الرحمن 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 كلمة. هلأ دور ليان. 1 2 لحظة ماما. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 كلمة. ورقة ليمار 1 2 3 4 5 6 7 هاي طبعا مو محسوبة. 8 9 وهي ما محسوبة 9. بعد ما شفت الورق كله طلع معنا الفائز ليان القرارة، والباقي ان شاء الله بالتحديات الجاي ان شاء الله يا رب تفوزوا. تمام يلا شو رح تقولوا للمتابعين؟ لا خلاص انتهى الوقت. يلا انتوا كمان تحدي، انا اخلي اللايكات على عدد المشتركين. يلا طيف يلا.